كلام في الليل مع فرح. رجعنا لكم في كلام في الليل توا 10 و15 دقيقة. الناس اللي تابعوا فينا الكل نحكيوا في موضوع التسول على تليفونات اللي مجهولة لذمتكم. 31 380 58 550 706. ناخذوا مهدي معنا على التليفون. مهدي مرحبا بك. السلام عليكم. شنو حوالك يا سيدي؟ أنا إنسان كفيف وعندي معناها نحب نحكي على التسول. مرحبا بك يا سيدي تفضل. أنا نبدأ نخدم في المترو في باساج بيحت المشوار فهمتني، ونبدأ نسمع فيها بيطلب وفهمتني يبدو يطلب بيه. والله ثم واحد كثيفة ده يبدأ يطلب، وثم حتى المرأة الكبيرة فهمتني يجي ومثال هذي، ثم واحد نعرفه لابس عليه يحكي له عليه يبدأ عمل كروت بيحت المشوار بالعامي في فلوريدا فهمتني. بعد ما يكمل المشوار في فلوريدا يدورها يطلب العامي على الكروسة، قولي مدلو دينار اللي مدلو خمسانية اللي مدلو الفين. يعني انا ما نطلبش، انا نربع روحي نشري مشوار نشريش حتى، انا عملت احد على روحي انا كيفي قلت نشريش حتى استيكا مشوار وبيحة ولا نهار مطلب فهمتني. العبيد تحبني غاديك في باساج يحترموني اخت فرح ويحبوني عن الاخر فهمتني. نحب نساج نعمل نساج صغير حسبي انا نساج بيه. تفضل يا سي مهدي. والله انا اخت فرح عندي مرض السكر والدم امراض مزمنه فهمتني. اي ما نحبش يكون معناها يعاوني في نشري الدواء ولا حد حتى الدرفن اللي نخدم بهم صدقني نشري فيهم في الزرير والدواء ما مني ما نجمش نحصل فهمتني. انا نبيع في المشوار في باساج وفي الوريدة ولنهار صدقني اخت فرح لنهار تلبت. اما نشوف فيهم كيف فيهم خاصه حتى ولد صغار والله مره وليد سمعته عمره حتى صغير عمره حتى 11 سنه في عمره دوير نشوف فيهم اخت فرح حرام. وقبل كان الامن يلمهم مثل يجي يخدمهم صنعه يخدمهم حاجه تو ما عادش توا اللي حاطه بهذ الصغيرات. وزيد مره بحدي جمع الفتح هذه الباساج اخت فرح تجيبها كي مره بكروسه وريد صغير كي مره رضيها فهمتني وتطلب بيه. هذيك نسميها اجرام هذيك اخت فرح. حسيت اخت فرح راني نحكي لك عيني انا نعرفه معناها كيفاش يكلم كيفاش وساعات يبراكوا العباد ساعات يبراكوا راهو اخت فرح راه يعمل روحه على اساس يتسول ثم يعمل روحه على اساس يتسول والله يشد وذوقهم. لكن واحد من تاع الجامعه الكارنيات في رمضان هذوكم يحضروهم بالعام انا متعاشر معاهم في رمضان وفي المترو تو قريب 10 سنين. معناتها بالنسبه للرجال اللي يجيك يقول لك باش تساهم في بناء جامع ويعطيك تذكره هذه في رمضان يعمل روحه تاع بناء جامع كذا وشيء وهو في حقيقه الامر لا انت سمعت انه في حقيقه الامر انا سمعت يدوكم يدلسوا فيهم طبعا شكون خلي يدلسوا فيهم حتى كمان للأسف. إذا تختلف ميساج تكلم عبير وأكيد تقترح علينا المواضيع اللي تحب عليهم الكل مهدي. مازلنا باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 380 1058 550 706. بالنسبة للناس اللي تتكلم على أرقام هذية باش تشارك في موضوع حلقتنا اليوم اللي هو التسول في تونس بين الامتهان وبين الاحتياج بين شبكات اللي تخدم وراء هالصغيرات اللي يتحطوا في الشوارع باش يتسولوا بين طرق التسول اللي تختلف كما كنا نسمع توا مهدي اللي يقول لك حتى كتساكر نتاع المساهمه في بناء جامع هذيك كله مزور. كذلك كنت حكيت لكم على بعض الوضعيات اذا صارت لكم تجربه مع متسول اذا شفتوا او سمعتوا بعينيكم حاجات غريبه. اكيد مهم برشا باش تحكيولنا في المواضيع هذه وتقدموا لنا الاراء نتاعكم. ناخذوا سعاد معنا على التليفون. سعاد مرحبا بيك. مساء الفل والريحان ونفسي لاحلى فرح. يعيشك يا لله. محليكم احلى برنامج بربي بنتكم ويجيبونا وقت شوي. باهي يا لله باهي حاضر ان شاء الله ان شاء الله. باهي مدام سعاد اذا باش تحكي لنا على موقف عشتوا باش تحكي على التسول توا سولت مهنه. والله الشباب كان فيها 25 سنه 27 سنه كان يقول لي اضرب عافيه في هده حتى كنت انا برحت يقول لي فك علي وانا برايي الخاص انا وقعت لي حاجه من التسول. كيفاش؟ مره دارنا ما فماش انا وحدي في الدار صبت الباب خرجت لي بربي يعطيني حوايج اللي يعطيني شويه مكرونه زيت خليت الباب تحلو وخالد دخلت انا للدار بحكم الكوزينه قريبه للبيت برشا. اي. على رجعت هنا تقول لي يابا فما بعدها من جات هيئتها مشيتي انسانه معناتها خفت معناتها عمري ما راتها. اي. كانها شاذه.
قلت له انا راه بابا هنا بابا انا نروح نقول بابا بابا اخرج بابا ما شكون جا انت سمعتني نتكلم وهي خرجت تجري قلت انا وراها انا حنوت نخلي تحت انا خرجت نقول لها معناتها المراه هذيك ما عرفتش عليها السير نتاع الداخل ما عرفتش علاش تعمل خرجت ما لقيتهاش طارت تجري في الشارع معناتها ما عادش تبان اصلا معناتها كانت عندها هي في البدايه كانت تحب تتسول باش تاخذ شويه ماكله من عندك ومن بعد في الاخير حبت تدخل عليك للدار حد تدخل علي الدار شوف ايش هتعمل فيا وتهزها تهز وتمشي على روحها معناتها لقيتها معناتها مش نعطيها ماكله ولا نعطيها حاجه تمشي كانت عندها غايه اخرى اي عندها غايه ومره عندي صاحبتي جات انا كنت عندي 15 صح جات لي في صار لقيت امراه وراجل واقف فيها اي هي وزميلها ماشيين يخدموا قالت لي بربي راي بي عندي بنتي مريضه وراي من البارح انا بيت مستعجل اعطاني ورقه بيعطيني فيها قال لي قلت لها هاتي بنتي نشروها قال لي لا لا اعطيها اعطيني الفلوس وما يهمك قال لها الراجل اعطيني الفلوس نشرو هاي فارماسي جديد قلت لها يا ابو ولدي اعطينا تنش نشرو الدواء احنا رانا احنا نعرفوا تنش باش نعرفوا كيفاش الدواء تلقى الفلوس قال لا هذاك الحكم تصلح ونزل معايا هذاك تفك لها روشتك وقت الدواء هذيك قلت لك البيعه نتاع 2016 وإحنا في 2020 دي أنا صارت أكثر إحنا في توقف 2020 2016 أنت تلعب علي دي أنا مركز الشرطة هنا تلعب خلطون المركز المدينة كل أعوان هابو ولدو ومرأة ولوليد هاي مقالك وليد صغير أخباص عمران ما عندي هدى سول ولو كأنه تجارة بالصغار يشدوا صغار يكجروا بها في التسول وانت ما يجيش يجي من الحاسم يجي الناس الكل سوعة بحكم أنا معناتها شفت كيفاش معناتها قلت لك الحاجة مرة أخرى معناتها بتدخل أنا مرأة تدخل وتسرق حلو وتشوف ما هي المهم مش عادلة للأسف الوضعيات هذه موجودة أنت عشتهم وعاشوهم ناس حواليك مدام سعاد اليوم طرق مختلفة يستعملوها البعض للتسول في بعض الأحيان أنا مش نحكي لك وأنت المفروض أنا نسمعكم ما نحكيش لكن مرة أنا أخويا الصغير فما مرأة كبيرة ماشي لنقضي أنا أخويا الصغير جات قالت لي مساج تسلف لي أخوك باش ندخل نطلب به في القهوة معناتها وقتها فهمت انه كلها الحكايه هي تمثيليه هي الحكايه فيها نوع من تجاره للاسف هذاك علاش اليوم انا نطرح السؤال هل انه التسول اليوم بالحق العبد يخرج لانه محتاج او انه الشخص قاعد يمتهن وفما شبكات كامله وسمعنا كل اتخافير للريزو والله مره اسمعني بصراحه مره يشكوا عليها معناتها جاي الكهرباء جبت وصل قصه بالضبط وهبطتهم وكل واحد شد سنية جايين صغار وكل واحد شد سنية والراجل الشيف بتاعهم الكبير بقى بهبل السجين بتاع هم كل واحد الى العشيه يجي يلمهم ويروح بيهم ما نعرفش عليها من يجيهم القاصرين السجين الجزائري لان هم تراب الجمهوريه هم يطلبوا معناتها حاجه كانها خدمه كانها يقول لك اخذ النهار انا نمشي واحنا معناتها ساعات يسخف جا مجرتي الدنيا بارده جا حفيه جا ولده مثلا لابس المسخ يقول في السين نأخذ كتاش وحنا كتاش داتين وغوكتاش عريان يقول لي معنى تسمى عليك وفما البعض زادة اللي يقول لك أنا نعاون إذا كان راجل كبير وإلا امرأة كبيرة متقدمة في السن لكن بالنسبة للشباب اللي في كامل مداركه الجسمانية والعقلية أخرج أخدم ما نعرفش كان شاطرني الرأي ولا ليه مدام سعاد شاطر كيف تتوقع مثلا الخدمة والله خدمة النهار قلت ما تسمى ما تسمى لما رمى يخدم مثلا حمال يخدم اي حاجه وما نمد في يدي دايما نمد هيك مدها كان ربي سبحانه وتعالى خاطر يعطي كان ربي هي اكيد اكيد مشكوره مدام سعاد على المداخله اكيد مازلنا باش ناخذ تليفوناتكم على 31 380 1000 58 550 706 وناخذ امل معنا على التليفون امل مرحبا بك عسيمه فرح